اهلا بحضراتكم من جديد. بنرحب في البدايه بلاعب النادي الاهلي في الكاراتيه الكوميتيه ولاعب منتخب مصر صاحب ال 21 عام شوقي احمد شوقي. اهلا بك يا شوقي. اهلا بحضرتك. منورنا والف مليون مبروك الله يخليك. طبعا الله يخليك. الاداء الجيد في بطوله الجمهوريه. الله يكرمك ربنا يخليك. وكمان في الدوري العالمي. الحمد لله. انا عايز اقول لك وانت داخل وبدات تتكلم معايا شويه كده حتى سالتك انت بتدرس ايه؟ لان انت يعني انا حسيت ان انت مهندس. والله. والله لان اسئلتك وملاحظاتك حسيت ان انت مهندس. ان شاء الله ربنا يوفقك. انت يا في رب هندسه وهندسه عين شمس. ان شاء الله ربنا يوفقك. ربنا يكرمك. شوقي هتكلم عن بطوله الجمهوريه. اخر بطوله ليك كانت امتى؟ استعدت ليها ازاي؟ حصلت فيها ايه؟ يعني كلمني بشكل عام عن البطوله. والله البطوله كانت حوالي تقريبا من اسبوعين. يعني هي بتبتدي هي طبعا مؤهله منتخب مصر. هي بتبتدي تقريبا من يعني بطوله القاهره. بنلعب القاهره يطلع مننا 8 يلعب بطوله الجمهوريه، يتاهل بطوله الجمهوريه 8 لاعبين يلعبوا دوري مع بعض. طبعا اول 4 دول بيخشوا المنتخب. يعني لعبت 7 ماتشات لعبت في الفاينل. لا كان في لاعبين يعني واحد ما جاش والتاني استثنى، فلعبت 5 ماتشات بالظبط. 5 ماتشات بس يعني انتوا كنتوا 8. ما تمش تصعيد حد بعد الاثنين لعيبه دول ما استبعدوا او يعني ما لعبوش ولا ما تمش تصعيد؟ لا 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 هو 4 من البطوله دي هو واحد بس مستثنى. تمام يعني. تمام. طب فاكر اصعب ماتش ايه كان بالنسبه لك ولا مش فاكر؟ والله هو بصراحة يعني اللعيبة كلها يعني صعب. ان هو كله بيبقى بطل يا بطل يا اما بطل منتخب كذا سنة يا اما بطل دولي، فكل الماتشات بتبقى يعني مفيش فرق ما بينهم. انتوا ما شاء الله واضح ان الفاينل عندكم عشان كلهم بيبقوا رانكينج نفس الكلام قالته ايه وياسمين بيبقى الموضوع صعب جدا. من بطولة القاهرة عندنا بالذات كمان في الميزان بتاعي بيبقى يعني تقريبا بطولة القاهرة ممكن تكون ساعات اصعب كمان من الجمهورية، ان بيبقى عدد كتير جدا كبير. بطل عالم بطل افريقيا والفروق قريبة بالظبط. كلنا بنتمرن كلنا بنشتغل. طب انت بتلعب في الميزان ده على طول طول عمرك فوق ال 84؟ لا لا انا بصراحة ده برضو اول مرة اصعد الميزان ده. كنت السنة اللي فاتت كنت بلعب تحت 84 كيلو ويعني صاحب المشهوره دي عليا كابتن محمد عبد الرجال. ايه قال ايه؟ هو اللي قال لي كابتن محمد عبد الرجال طبعا مدرب جيانا مدرب اولمبي ده العالمي بصراحه. هو بره مصر لسه ولا رجع؟ لا هو موجود دلوقتي في مصر. فهو يعني كان بقالي كتير جدا معاه. يمكن هو نصحك قال لك العب فوق ال 4. بقالي بتاع 5 سنين مثلا معاه. هو اللي قال لي يعني السنه اللي فاتت ان شاء الله اكبر طويل ويعني وحتى ضربات يعني بتاعتك هتبقى يعني بالظبط. هو قال لي هتبان اكتر وكده وبس يعني توكلت على الله وطلعت وربنا كرم الحمد لله. انت خدت فضه؟ خدت فضه. مين بقى اللي خد اول؟ من سموحة. طيب الفرق كان كبير يا شوقي؟ لا والله يعني الفرق ما كانش كبير ولا حاجة. هو أنا لعبت توفيق وعدم توفيق. أنا لعبت أول يوم وأنا أول يوم أصلا كنت يعني كان عندي نزلة معوية زايدة شوية فالحمد لله يعني خسرت الماتش ده وكسبت التاني بالعافية حتى الحمد لله. لعبت الباقي تاني يوم يعني. طيب أنت لعبت إيه على المستوى الدولي؟ يعني إحنا زي ما كنا مع آية وياسمين كنا بنتكلم عن طبعا الحمد لله الله أكبر أنت دلوقتي تعتبر التاني الحمد في الميزان ده وإن أنت تطلع من الميزان جديد تاخد فيه تاني ده إنجاز. الحمد لله. هنتكلم عن مشاركاتك الدولية. شاركت في إيه؟ وشاركت في ميزان إيه كمان؟ أنا شاركت في سيريس إيه كانت في كايرو. تمام. دي كانت السنة اللي فاتت مش عارف كانت شهر 6 ولا كانت يعني مش متذكر قوي شهر التواريخ. دي شاركت فيها. دي كانت أول خطوة ليا تقريبا إن أنا ألعب في الميزان التقيل. يعني صعدت الميزان وبدات اجرب واشوف. تقدمت الدور المتقدم فيها. يعني انا كنت تقريبا وصلت دور الثمانيه او حاجه زي كده ما شاء الله. بس كنت خسرت ترجيح. يعني كان ما اعرفش يعني الترجيح كان عدى كده. ترجيح كلمه ترجيح دي اصبحت كلمه ما بنحبهاش بعد موضوع جينيفر فما بقناش نحب كلمه ترجيح دي وبنحس ان هي ظالمه يعني. الحمد لله فما كانش في توفيق في البطوله دي. وبعد كده سافرت بعديها مش فاكر بكام شهر يعني كان في سيريس اف تركيا. فاكر دي. شاركت فيها وحاولت برضو ان انا اعلي التصنيف بتاعي بس برضو ربنا ما كرمش ميداليه. فيعني ده كان. طب رانكك تحت ال 84 كان عامل ايه؟ في التصنيف الدولي ولا الاثنين سيريس ايه دول لعبهم فوق 84 فعلا. طب كويس. فرانكي كويس. انا يعني رانكي كان 102 في ساعه بريمير ليج كايرو. اللي بيسجل في بريمير ليج باول 100 بس. تمام. فانا كان يعني لو كان فرقت الاثنين دول معايا كنت سجلت. ما قدرتش اسجل عشان انا كنت 102 وتوب توب مركزين فقط. فالحمد لله. طيب اللي جاي ايه؟ يعني انت دلوقتي خلاص احنا عدينا خلاص الجمهوريه ودي كانت وانت الحمد لله دلوقتي مخلص تاني. فانت رانك بتاعك عالي في اي تجميع منتخب هتبقى موجود. بالظبط. ايه اللي جاي؟ ايه اللي انت عايز تلعبه الفتره اللي جايه؟ هو ان شاء الله طبعا احنا عندنا تصفيه لبطوله البحر المتوسط في تونس. التصفيه تقريبا فضل عليها شهر بالظبط. هي اول الشهر الجاي. اتجمعت ولا لسه؟ احنا في معسكر. يعني احنا بدانا الجمعه اللي فاتت والمعسكر خلص يوم الثلاث وفي معسكر جاي. المركز الاولمبي المعادي. بايتين هناك ومعسكر اول 2 بس اللي بيعسكروا الثلاث والرابع بيبقى بس تدريب.
فطبعا بحضر المعسكر. انت معسكر طبعا، وطبعا بقى الكليه يعني مع الموضوع ده يعني انت في هندسه عين شمس هندسه عين طبعا، شمس عايزه كلها تركيز بصراحه صعبه هي صعبه جدا. عايزه واحد فاضي هنا خالص، والمنتخب عايز واحد بس فاضي هنا انت قدها خالص. ودود، خلي بالك انت في سنه ثالثه تخصص، يعني انت خلاص عديت اعدادي واولى وثانيه، انت في ثالثه فاضل لك سنه واحده انا في تانية وتتخرج، تخصص دلوقتي. ثانيه تخصص، فانت فاضل لك ثانيه ثالثه ورابعه ورابعه، يعني انت بالظبط في نص المشوار. بالظبط كده عملت ايه في اللي فات؟ ماشي كويس يعني. الحمد الحمد لله لله. طبعا اعدادي ما عدتش قوي لا طبعا كويس اعدادي قوي، صعب. بس الحمد لله بدات الم الدنيا. و بص هقول لك على حاجه، انا خريج هندسه، كنت نفس ظروفك دي، ما شاء الله. مش مطالب منك تبقى سوبر في الدراسه، مش هتنفع، تقدر اعمل بس كونك في هندسه انت سوبر، فاهم حضرتك، فاهم. فهمت بصراحه قصدي فعلا ايه؟ الكليه صعبه كلها فعلا. صعبه، فانت ماشي في طريقين وربنا يوفقك فيه. ودلوقتي الدنيا اختلفت بقى، الدكاتره بتفهم شويه صح. قدره، يعني زمان كان برضو لسه الرياضه ما انتشرتش قوي، فالدكاتره دلوقتي بتفهم شويه مسؤوليات البطل. هو فعلا عندنا بصراحه دكاتره فعلا، بس في دكاتره بتساعد وتقدر يعني. طيب مدربينك، مين من مدربينك ليهم فضل عليك؟ والله دي قصه طويله شويه قول لي يعني، انا عايز اسمعك. نبتديها من بصراحه. انا اول مدرب ده يعني يعتبر ابويا في الكاراتيه، هو كابتن سمير شحاته. ده من اكتر الناس بصراحه اللي بحبها وبلاقيها سمعت دايما عنه بخير. كتير. هو اللي بدأ معايا لغاية ما تقريبا كانت أول ما جيت القاهرة معاه. فاكر كابتن كان عندك كم سنة؟ تقريبا 12 سنة 10 صغير سنين لسه، يعني بس كنت. أنت ابتديت قبل كده. لا أنا بادئ كاراتيه متأخر شوية يعني، بادئ تقريبا على 9 سنين حاجة زي بالظبط، كده. الكاراتيه بتبتدي 4 سنين وخمس سنين. في ناس بتبتدي فعلا من السن ده. وبعديه طبعا يعني كابتن في كابتن عمر طب أنت جلال. ابتديت كاراتيه متأخر ليه؟ كنت بتلعب رياضة تانية؟ أنا كنت بلعب سباحة في الأول، وبعد كده يعني ما حبيتهاش. كنت واصل كده لمرحله معينه تصفيات، كل مره اخسر فيها اعيدها اخسر فيها، فقلت لماما طب بقى مين انا اللي عايز. واجهك كاراتيه؟ والله انا احنا دخلنا الصاله برضو يعني زي اي حد، شفت الناس بيجري وبتاع انت وكده. عضو جماعه عموميه طبعا في النادي. عضو في النادي، يعني قصدي اقول عضو ان في هم النادي. بالظبط، لان اعضاء النادي هم اللي هما بيعملوا اللي الحركه دي. فبس فدخلت يعني لقيت الدنيا كويسه وبتاع، قلت العب دي اجرب. قلت اجرب عجبتك، بس. شدتني بقى يعني بقى. البدله الحاجات دي بتشد يعني كتير. الكاراتيه عامه الكوميتيه صح يعني لعبه اكتف صح اي اكتف حد اكتف يحبها يعني. اكتف صحيح. بس فبعد كابتن سمير طبعا في كابتن عمر جلال، ده يعني ده هو برضو مهندس، فهو كان بينصحني في الكليه وبينصحني في التدريب يعني، كان بيساعدني في كل حاجه مرانك بصراحه. كنت عندك كام؟ هو وانا ما رحتلوش يعني، ما كنتش لاعب عنده، لكن هو دايما انا اجي النادي عايز اخش اتمرن، ايه مرني مرانك عايز يعني، ممكن يجي لي البطوله بدون ما يستفيد مني بأي طريقة. هو بيحب يعني، هو انا يعني بدأ بحبه يهتم بيك وانت في سن قد ايه كابتن من عمر؟ وانا صغير، من وانا صغير وانا عارفه يعني تقريبا 12 13 سنة وهو معايا كده وبيكلمني وركز ومش عارف ايه وكده. كويس وطبعا بقى كابتن احمد صلاح ده مدربي في النادي. دلوقتي. وكابتن احمد بيضة ده المدرب البدني بتاعي، وهو اللي اشتغل معايا احمد برادة احمد بيضة. بياضة. ده اشتغل معايا بطريقة مكثفة السنة دي، كاراتيه وفيتنس، وهو بصراحة عمل معايا بصمة ما شاء مختلفة الله يعني السنة دي. طبعا بقى كابتن محمد أبو رجال يعني هو إيه، طبعا هو الأصل صانع يعني. النجوم. هو بصراحة ليه فضل عليا كبير يعني، واشتغل معايا كتير جدا، وحاولنا كذا سنة إن إحنا نصعد يعني نعمل ميدالية الجمهورية يعني. أنا بقالي تقريبا 4 سنين من 2019، أنا ساعتها كنت جبت أول جمهورية في الدرجة الأولى، كنت أصغر لاعب في النادي وفي البطولة، ما شاء كنت صغير الله جدا يعني. 19 سنة وخدت في العمومي كنت في الكبار. في الكبار، خدت في الكبار، كنت تقريبا عندي 17 سنه بالظبط، وفزت بالميدالية فزت من الذهب. اول جمهوريه ساعتها. مين كان مدربك ساعتها؟ كان ساعتها كابتن محمد. كابتن محمد. ف بس دي حاجة يعني صعبة. دي حاجه استثنائيه بصراحه، كان كرم من عند ربنا. هو يعني انا بس ده يدل على ايه؟ يدل ان انت عندك، دي اللي تاني. يدل ان انت عندك، يعني ان انت عندك، انت تقدر، يعني قصدي اقول لك ان انت يعني ما شاء الله خامة، ممكن تروح لنقط بعيدة جدا الله يخليك يعني. يعني. هو فعلا هي ساعتها كان كذا مدرب قال لي خلاص المحطة جاهزة الدولية، ولازم تركز وتتمرن مش أكتر وبتاع. فالحمد لله يعني هي كانت فعلا كرمة عند ربنا. بس قعدت يعني 3 سنين غايب عن الدرجة الأولى، كنت بحقق جمهورية في سني بس. سنك. غايب عن الدرجة الأولى السنة دي، كان أول سنة أرجع تاني لل درجة أولى، أنت كده دلوقتي خلاص درجة أولى خلاص. بالظبط كده. طيب أنت بتتمرن في الجزيرة ولا بتتمرن في فرع تاني؟ لا أنا في مدينة نصر، مدينة الجزيرة نصر بعيد عني. بعيد عنك. عشان كده أنت بتتمرن في مدينة نصر، بس هو يعني بيتهيألي هنا وهنا بتبقى الدنيا واحدة، نفس الإمكانيات والتجهيزات. بالظبط. لا كده كده السلطين اعلى مستوى يعني، لكن انا طيب بس باجي مدينة نصر عشان قريبه يعني. على المستوى البدني، تمام. إيه أهم عنصر أنت شايفه مهم ليك أنت كلاعب كاراتيه؟ قوة، سرعة، توافق، ايه اللي انت شايفه من الناحيه البدنيه المهمه من ناحيه الكاراتيه اللي انت شايفها مهمه جدا ودي دايما المدربين بينموها معاك؟ والله هو الناحيه البدنيه بالذات عشان انا بلعب تقيل،
فالجيم يعني يعتبر من الاشياء مهم جدا. الاساسيه جدا، ان هو اللي بيبني الجسم، هو اللي بيخليك اقوى. و بس الجيم عشان تكبر عضلات ولا جيم عشان تاخد باور؟ ما الجيم ليه؟ ما هو بقى ده العلم يعني، ده دور العلم بقى، ان هو يخليك تدخل الجيم مش بس ان انت جسمك يبقى كبير او ينفش، لا، ان هو يوظفه في الكاراتيه، في قوه انفجاريه، في حاجات كتير صحيح. جدا بيبتدي يشتغل عليها المدرب بتاعك عشان يخليك توصل في الملعب ان انت سريع وقوي، مش بس جسمك كويس مثلا، صح، لكن مش سريع، الضربه مش طويله. يوظفه في الملعب مظبوط. بالظبط. طب انت وزن 84، في وزن فوقيك؟ لا، انا المفتوح يعني انت مش قلقان بعد كده؟ يعني ايه قصدي اقول لك، انت مش قلقان لو زدت عضل لا بالظبط. تخرج من الميزان؟ انا من الاسباب اصلا خلتني برضو اخرج منه التخسيس، انا مش قادر ازيد عضل بالظبط ولا قادر اعمل اي بالظبط. حاجه. ما انت مش عارف تخس عضل بالظبط. وبتزيد، الله اكبر ما شاء الله، انت طويل وعظمك عريض، فغصبا عنك العضل هيزيد. بالظبط فانا كده. بسال لانه ممكن تبقى في بعض، في العاب فوق ال90، في فوق ال90، انما انت ما عندكوش لا دي. لا، هو عندنا فوق ال 84 كيلو. طب انت كده في الامان، ضخم براحتك يا براحتي باشا بقى، وكل اكل براحتك براحتي. بروتينات، انت كده خلاص كسرت الميزان. بالظبط. طيب الفتره اللي جايه ايه اللي انت شايفه مهم بالنسبه لك؟ هل المشاركات الدوليه ولا المحليه؟ عايز يعني انت راسم كل لعيب راسم نفسه طريق أكيد. وبيقول والله انا عندي عايز ابقى رقم واحد في مصر، انت الله اكبر دلوقتي اعتبر نفسك رقم واحد خلاص، واحد وتاني ده الدنيا هي هي، راسم لنفسك ايه؟ والله طبعا هو أي لاعب كاراتيه أكيد عنده حلم واحد، إن هو يبقى بطل عالم في يوم من الأيام. صحيح. فا مشوار هيبقى صعب طويل يعني، ممكن يجي السنة دي، يجي السنة الجاية، بس يعني من الآخر هو ده التارجت بتاعي، ده حلمي اللي أنا أعمله في اللعبة قبل ما أبطلها يعني. ففي طول البحر المتوسط هتبقى يعني، إن شاء الله تخشها ان شاء بإذن الله، الله. ان شاء الله باذن الله انجح في التصفيات والعبها، وباذن الله الواحد يفضل أنت رايح مكمل. الرباط؟ هتروح الرباط؟ لا، انا رانكي يعني لازم العب سيريس ايه قبل عشان اخش جوه طب المية تاني. في حاجة في تدخلك وارد قبلها؟ يعني، في كندا وفي في تركيا، بس كندا لسه. بعيد، تركيا والأحداث اللي عندها. بس دي فممكن مش عارف اشارك فيها دي ليه؟ يعني، كنت لسه مستني بس العب بطوله الجمهوريه وبعد كده اشوف، لقيت التسجيل قفل. انت قاعد مستني تشوف اي بطوله سيريس ايه هتفتح هتشارك فيها عشان تعلي الرانك بتاعك تخش جوه بالظبط. ال100. بالظبط. مفيش مشكله، انت بتقول المشوار لسه طويل، انت لسه بالظبط. ان شاء الله، ولو دخلت جوه ال100 انا متوقع هتنط جامد جدا، هتبقى في الاوائل ربنا كريم 10 يعني، 15 واحده، هي بس الدخله تخش. طلع الاولانيه. صح انت صح بس تخش جوه، ومع البطولات اللي هي الجولات بتاعت الدوري العالمي هتقفز قفزات كبيره ان جدا. شاء الله، ربنا يكرم ان طيب شاء الله. انت شايف ان الجيم ودخول الجيم ده حاجه كويسه جدا، طيب ايه نفسيا مهم اللعب الكاراتيه؟ ايه اللي الاستابيليتي اللي انت يبقى عندك سلام نفسي ولا تستعد ازاي؟ ايه المشاكل اللي بيقابلها لعيب الكاراتيه نفسيا؟ بس انا عايز اقول حاجه هنا يعني، النفسيه فعلا دي يمكن تكون هي اهم من البدني صح، والفني ده انت واهم من كل لعبه حاجه. قتاليه. لان احنا مش لعبه يعني، دايما في مدرب كان بيقول لي ان احنا مش لعبه متريه، انت وارد تكون بتتمرن ب3 5 سنين بس انت نازل على الملعب مش جاهز، اللي قدامك يكسب صح، وكل التعب انت ده. بتنافس نفسك وغيرك. بالظبط. صح، فنفسيا لو انت مش مرتاح في التدريب او انت مش واثق في نفسك، ده ما يعني ولا التمرين ولا اي حاجه تخليك توصل لاي حاجه. طب ازاي تجهز نفسك؟ ازاي يعني ازاي؟ دي صورتك طبعا، انت دي صورتك كانت فين؟ الصورة دي لما جبت أول جمهورية اللي هي كانت 2019، فين؟ في نادي الزهور دي ولا فين؟ دي كانت في، لا دي كانت في المنوفية، دي كانت سفر المنوفية. المنوفية. طيب ازاي انت بتجهز نفسك؟ يعني انت عندك ماتشات مهمة وقلقان بتلعب ميزان جديد بالظبط. وعايز تاخد مركز اول او تاني في التصفيات، بتجهز نفسك ازاي؟ والله انا بالنسبه لي، انا ما عملتش حاجه غير ان انا ادعي واتوكل على اللهم ربنا نعم يعني. بالله. هي مامتي بصراحه هي دايما معلماني الحته دي، ان انا ربنا يخليها لك. اخلي حمالي على الله واشتغل صح، وخلاص. وفعلا هو ربنا لما بيريد حاجه بتكون يعني، انا عمري ما اشتغلت وعملت حاجه بدراعي، هو ربنا بيكتبها لي باخدها. فبصراحه انا نفسيا انا ما عملتش حاجه غير ان انا ادعي واتعب، احاول اتمرن، اعمل كل عليا. لما اعمل كل عليا ببقى خلاص مطمن، انا ما فيش حاجه تانية اعملها، وادعي ربنا واتوكل على الله وبس. بس انت قلت كلام والله العظيم، انا استفدت منك يا ابني دلوقتي. ليه؟ ربنا والله يكرمك. دي حقيقه، حته التوكل على الله دي بتريحك يعني. اتعب، شوف انت قلت ايه، اتعب، التوكل على الله ده علاج لكل مشاكل بالظبط. وكل قلق. بالظبط. اي قلق بيقابلك او اي نفسيه بتبقى صعبه عليك، كلمه التوكل على الله في حد ذاتها ترتاح، بتريليز كل الهم ده وبترضى بقضاء ربنا سبحانه وتعالى بعد كده. بالظبط. بالظبط. فانت قلت يعني بصراحه حاجه كويسه جدا، ومن حيث ست والدتك طبعا ان هي السيده الوالده، يعني ان هي تاسس فيك ده، لا دي حاجه كويسه جدا. هي يعني انت بصراحة بامانه كده انت مش هيبقى عندك مشكله إن شاء بعد كده الله. باذن الله، اي ماتشات مش هتبقى خايف. إن شاء قوي الله. إن شاء التوكل الله. لا يهزمه، معروفه كده، مش إن عارف شاء تعرف انت المقوله دي ولا لا. الله. طيب خلينا نروح لحاجه تانية وهي مثلك الاعلى. اكيد كل واحد وهو بيلعب رياضته بيبقى شايف قدامه نموذج عايز اكون زيه في يوم من الايام، مين ده كان؟
والله هو تقريبا يعني يمكن يكون هو فعلا دكتور مهند مجدي هو يعني شخصية بالنسبة لي بصراحة عالمية، يعني هو مثلا على ناجح ما شاء الله جدا في شغله، وكان ناجح في رياضته وكان بطل العالم، ف وناجح كمان على المستوى الاداري، هو قبل ما مجلس شاء الاداره الله عليه. تاني يعني دوره او تالت بصراحة دوره أنا كمان. فعلا عايز أشكره إن هو عمره ما تأخر عليا في أي حاجة، طيب عاوز حتى لما سافرت تركيا كان ساعدني كتير جدا في إجراءات السفارة رغم مشاغله وكده، فهو بصراحة دايما في لما بتكلمه بيرد عليك بالظبط كده، وبيعيش معاك مشكلتك. ويبعت لي يعني بعت لي بطريقة شخصية بعد البطولة مبروك مش عارف ايش كمل متابع عايزين نعمل خطة، فهو بصراحة يعني شخصية عظيمة، وفعلا أنا نفسي يمكن يكون نفسي أبقى في يوم من الأيام يعني نصه أو ان زيه. شاء الله تبقى احسن منه، لان هو يتمنى كده. وخلي بالك الميزه في دكتور مهند انت قلتها، هو ناجح اكاديمي لانه خريج طب اسنان، بالظبط وناجح في الرياضه، وخلقيا حدث ولا حرج، بالظبط وكمان اكتسب نواحي اداريه كبيره جدا من وجوده لثالث دوره في مجلس اداره النادي الاهلي، فطبعا اكتسب خبرات كبيره جدا، فهو ما شاء الله شخص بيعرف طريق النجاح. فعلا فيعني الحقيقه هو رجل يعني بصراحه يستحق يكون كده. طيب الفترة اللي جاية انت وجودك مع المنتخب هيكون اكتر، لان طبعا عندك بحر ابيض متوسط. مين منافسينك في البحر الابيض المتوسط؟ مين اللي ممكن ينافسه مصر؟ والله. هو في البحر المتوسط هو طبعا في الجزائر تركيا يعني في كذا بصراحة، اسبانيا ايه اخبارها؟ اسبانيا طبعا يعني، البرتغال، لا برتغال ما يعني ايطاليا، ما فيش، ايطاليا ايطاليا فيه موجود موجودة، موجود فرنسا، كل الدو بص يعني ما اوروبا فيش دولة بصراحة ممكن استثنيها اقول لك دي يعني وجهة ناس جامدة. هي بالظبط كانها بطولة عالم بس الفار ايست مش موجود، بالظبط كده، صح؟ هي زي ما حضرتك وصفتها كده، اي بطولة بحر متوسط افريقيا كل الكلام ده بيبقى حاجة زي كده، ما فيش حاجة اسمها بطولة دي سهلة. شوقي انت بجد حاجه انا عليك، في حضرتك ربنا والله يحفظك ويسعد الدنيا، يا رب يا رب ان شاء الله، وخلي بالك الايام بينا هتبقى كده ان شاء الله. ربنا يخليك كابتن، بشكرك شكرا جزيلا شوقي احمد، الف الله يبارك فيك كابتن، شكرا. اعزائي المشاهدين ده كان لقائنا الثاني احمد ما شاء الله طبعا يعني اسم جميل، اسم يعني موسيقي شاعري، بشكر الشكر جزيلا حضراتكم على حسن المتابعه، والى حلقه جديده مع